أهلا بكم متابعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الكاميرا الخفية. ضيفتنا هذا الأسبوع هي الفنانة المغربية المتألقة ماجدة زابيطة. في هذه الحلقة وهمنا الفنانة ديالنا أنها غادي تشارك معنا في برنامج حواري غادي تقدمه صحفية متدربة. تابعونا باش تشوفوا المقلب. متابعي موقع القناة 36، مرحبا بكم في الحلقة الأولى من برنامج نجوم المدينة. ضيفتنا لهذه الحلقة هي الفنانة القنيطرية المتألقة التي استطاعت بقوة في البرامج والشاشة المغربية. ضيفتنا هي مريم زابيطة. مرحبا بك مريم. ماجدة زابيطة. ماجدة زابيطة. ماشي مشكلة عادي. ماجدة زابيطة. لا سميتها ماجدة زابيطة ماشي مريم زابيطة. ماجدة زابيطة يلا نعاودوا. قناة موقع. يلا تبدينا التصوير على التليفون ديال المخرج بدا كيصوني دابا وقت الثمانية ولا في التليفون. متابعي موقع الكنيطرة 36، مرحبا بكم اليوم في الحلقة الأولى من برنامج نجوم المدينة. ضيفتنا لهذه الحلقة هي الفنانة القنيطرية المتألقة التي استطاعت بقوة في الشاشة المغربية. ضيفتنا هي ماجدة الزابيطي. مرحبا بك ماجدة. ماجدة الزابيطي. زوين ماجدة الزابيطي. عاد. متابعي موقع القنيطرة 36، مرحبا في الحلقة الأولى من برنامج نجوم المدينة. ضيفتنا لهذه الحلقة هي الفنانة القنيطرية المتألقة التي استطاعت بقوة في الشاشة المغربية. ضيفتنا هي ماجدة زابيطة. مرحبا بك ماجدة. أهلا وسهلا. مرحبا بك حسن معنا. ربي يخليك. تقدري تقربينا شوية من ماجدة زابيطة للجمهور ديالك والمتابعين ديالك؟ ماجدة زابيطة كيف ما تعرفها الجمهور المغربي ابتدأت في المسرح و مشيت للتلفازة والسينما. سي فغي أنا ما عرفتش كثير في السينما ولكن أعمال درامية كنت موجودة فيها في أبرز المسلسلات اللي كانت متميزة. كانت أول تجربة فنية كانت هي مسلسل شجرة الزاوية. إكزاكتومون كان مسلسل شجرة الزاوية للمخرج محمد منخار أتعودي السوق. ماشي فاطمة الزهراء لا أنا قلت لها زعما بدات المسيرة ديالها في الغناء. قبل ما نكملوا الاسم ديال زابيطة متداول بزاف في المكسيك، واش عندك أصول مكسيكية ولا غير صدفة؟ دابا نتوما علاش كضحكوا؟ هي راه سؤالها ماشي ما جاش من الفراغ. راه زابيطة راه الاصول ديالها ما غادي نشير عليكم دابا بالطبلة. عرفت شكون يضحك الاولى هما؟ راه نتوما بثلاثة. هي الصراحة أنا قلت لهم كون مشيت سنصور. زابيطة ماشي زابيطة. دابا ما كتشجعوها شي. زابيطة كاينة بزاف في الميكسيك. زابيطة غادي نجاوب بعدين. ولكن الناس هادي عرفت ملي كضحكوا كيتسمع. قبل ما نكملوا اسم زابيطة متداول بزاف في دول المكسيك، واش عندك اصول مكسيكيه ولا غير جات هكا بالصدفه؟ اولا الاسم ديال زابيطة هو جاي من المكسيك فعلا، لان زابيطة هو اسم جبال. علاش ما شفناش الفنانه زابيطة في رمضان اللي فات؟ لا كنت في مسلسل عز المدينه
مركز المدينة، كان مسلسل فندان 2018، وكنت متواجدة يمكن حيت ما تواجدتش في الحلقات كاملة لأن كان عندي غير بعض الحلقات. تزاريت تاغونيت ورزازات زاكورة، لقيت مجموعة دابا كاين شي حد تيقول شي حاجة واحد غير شي ريليزا نعاودو الجواب كامل. لا ماشي كامل، لا قطعو غير من هنا، لا غير من هنا خويا الوقت ناهي شويا غادي نسد عنا دابا احنا نزل صافي كملي باش ما نطولوش. دونك ملي كتمشي لهاد الاقاليم الجنوبيه وكتلقاي هاد كتلقاي الجمهور كان من وليدات صغار هما رفعين يديهم وكلهم كيسمعوا كيستمتعوا، فكتحسي بان هاد العرض هذا كان قوي وكان يعني تقدم لمجموعه ديال الشرائح المجتمعيه وتناسب معاهم العرض. واش الفشل ديالك في الغناء هو الوحيد اللي خلاك تختاري التمثيل؟ انا عمري ما خلصت ممثلة، انا عمر ما انطلق عليا الفشل في الغناء لانه عمري ما كنت فاشله او حسيت بنفسي فاشله. ما عرفتش منين جبتي هذه الكلمه ديال الفشل ديالي في الغناء. انا الغناء انا اللي اعتزلته بطريقتي انا، لانه كنت كنغني وجات واحد الوقيته مشيت كندير في المسرح وتخليت على الغناء. واخا شاكين واحد المقطع غناء لا ما نشاركش. علاش ما نشاركش؟ علاش مثلا مشاركين مع المقطع شاركي المقطع غناء صغيرة صغيرة لا صغيرة ما مرحبا قدرت الغداء ونصوره. انا نهضر مع السلامه، نهضر مع انا شحال من سؤال بقى؟ بقاو لي 20 قول لي ربع ساعه. ربع ساعه محمد هضر مع لا لا نهضر ما مساليهاش ما يمكنش. غادي يحنينا الضو ها هو هذا خدام طيح راه عندنا نجمه، عندنا نجمه شاعله اكيد ها هو كيتني الضو ما دايرها على السطر ضحكنا بوشت من لبسي سياك الياس روكو استكلو كرقي ميكوفو سماك الجي بحكي شو لنقلب الكاميرا انا استسمح ايش ضحك سي بحالك شي حويجه. لا لا نجدة ماشي الغي حيد بقاو غير جوج اسئله نجدة تو مي ريسبي نصوروا في اجواء احسن من هذه مع كل احتراماتي ماشي مشكله لا لا راه ماشي بالدارجه هذا ما غناتش بالمغربي لا لا غير والله لا انا عاودو نجده نعاودو ما نبينوهاش لا والله الا شفت عندك عندك غير صوري براحتك قال لي ماشي مشكل ماشي مشكل خليه لا لا غير للبنت عندها غير اليوم والله الا مسكينه عندها غير والله الا طلبناه بالله هو صح عندها غير اليوم ماشي عندها غير اليوم وضحكات ما فهمتكش شنو كتقول ماشي على ماشي على غني ليها بالدارجه غني ليها بالدارجه غني ليها بالدرجة ما راه الصوت صوت ما وراه هي لا لا شو نقزوا عطيها جوج اسئله ونمشي حتى شي عارفه زعما متدربه ما كنطلبش
لا راه غير صافي كامل بو. لا لا سهل كملي بقى شحال عندك بقى جوج اسئله ماشي لا كيستيون ديال جوج الاسئله حتى ملي غادي تمشي تمونطيه كاين الاخطاء كاين لا نقطعوهم ماشي مشكل شي تيبو شي كليمه لا يتحيد شي تتشوف عادي غنوريوك الفيديو في الاخر غنوريوك الفيديو عاد خوك تتشوفي عاد غادي يدوز فهمتيني صفاء الا كنتي ضحكتي ملي تكون كتغني نشدها بوحده لا صافا مزيان لا وايد كنتي دابا قلتي مبتي مغنيه فاشله ولا لا نفس لا واش قلتي لها مغنيه فاشله ولا ماشي فاشل ديال واش ماشي قلت لها مغنيه فاشله هي ما مشاتش هي قلت لها زعما واش ملي فشلتي في الغناء مشيتي للتمثيل داكشي انا اللي قصدت زعما ما عرفتش هي دابا ملي عطاتك هذا المقطع هذا واش بان لك فشلت في الغناء ماشي انا زعما انتظرت انها تغني مغربي دارجه ولا شي حاجه عربيه زعما ما تشوفش عادي مش كل واحد تيغني داكشي اللي تيغني عادي جاتني الصدفه داكشي اللي جاتني الضحكه بغيتي نقول هايلي يمكن نعاود من شي سؤال اخر باش من هكا ما نصدقش في الاخر نعاودو من الحضره ولا ولكن هذا الصور ما اصلا الحضره ما كانتقطعت ما كملتيهاش دونك وحيدي هذا ديال الغنى عندك شي سؤال ثاني بالنسبه للحضره صافي ندخل في السؤال الثاني ماشي اللي مرتبط بالحضره صافي ونقطعوا هذا ديال الفشل صافي كنا عطيتيني الاسئله في الاول نقراهم ونبريباريهم باش نعرفو شنو كنا عطيتيهم غير محمد واحد جوج ثلاثة عمر تريني فينا واحد جوج ثلاثة بلاش عاودي سير غير مجدة كنت كضحك واحد جوج ثلاثة بزاف ديال الجماهير ما عارفينش باللي الفنانة ماجدة كانت مغنية قبل الفنانة قربي الجمهور ديالك من هاد التجربة هو كيف ما كيعرف الجميع وانا اللي كنت كندير طرب الاندلسي وملحون ومن بعدها كنت مشيت للفرقة ديال المسرح ديال يوسف الساسي واشتغلت فيها ولعبنا واحد العرض المسرحي ومن تما مشيت درت مسلسل شجرة الزاوية دونك بديت كنبعد شوية على الغناء ولكن هذا ما كانش كيمنع انني غنيت في مجموعه ديال المحافل الدبلوماسيه واخر ما غنيت صح اش قالوا لي ما ديريش هكا راه كتبين مسخايه لا نسيت ما ديريش هكا ماشي يلاه نوضت في شي حاجه صافي لا سالينا تقريبا هذا الشخص نصور كلمه والخطا قال لي سؤال واحد دابا هما اللي قالوا لي بان ما خصكيش ديري ماشي هي انت اللي كتقدمي باش تباني قلت لي هاد العلامه من ستريس زعما راه نورمالمون هاد الشيء تكون انت لانك ما تعرفيش مجد زابط واش لا انا كنعرفها بالعكس لا ما حسيت بها كتبدل عليا دابا علاش كيف ما نخلع ما عندناش ستريس لا غير اول مره زعما واخا ماشي اول مره لا اول مره لا ماشي اول مره زعما غادي ندير بحال هكا لا هي زعما انت ملي تكوني كتسولي ما تكونيش دابا انت قلت لي هذيك ما تعطيش اول مره هادشي نعطيك انا ملي تكوني صفاء ملي تكوني على الاقل قولي لها السؤال اللي تبغي تسمع لا نعطيك فرصه
بريباري مزيان وحتى والله تنصور والله هي ما مساليه ما تكونش عندي قرايتي عندي لا زكزام ديالي راه كيعاقب سونتي ما بغاش تبان لا هما راه انا مونطي والله الا كلشي غادي مزيان دابا والله الا مزيان حيدي داك السؤال ديال الغنى ماشي مشكل سير بحال بغيتي تنت فيا لا بالعكس ستريس اللي داير داك الشيء صافي نعاودو واحد جوج ثلاثة واش ما كتشوفيش باللي قبولك المشاركة في عرض مسرحي مقابل 1000 درهم كنقص قيمتك شكون قال لك انا اشتغلت ب 1000 درهم سمعتها من مصادر موثوقة المصادر الموثوقة هي انا نفسي انا والعقد اللي مضيتو عندي انا ما عند حتى شي حد اخر وما كاينش شي مصدر موثوق من غيري انا داكشي علاش لقينا اليوم الفرصه والمناسبه اننا نسولوك باش ناكدوا للجمهور ما كنشتغلش ب 1000 درهم 1000 درهم كتعطى ان فيغورون كيخدم في اي مسلسل في النهار ديالو ممكن ياخذ 1000 درهم فواخا وباش نساليو الحلقه ديالنا نبغيو نسمعوا شي مقطع كما كان ما تنغنيش شي مقطع صغير سمعناها خليني درتي دابا باش لا دابا يمكن تعرفش غني صافي لا هذاك هذاك شوف باغي نشط غنات قبيله قبيله ليلي ليلي مالا حبيبي ومالو عليا اسمع الصوت ديالك والله داوي لحال بابا وانا جايه وجايه العند ترونسيس جيت برجلي وما غاديش ندوز عليك والله لا بخاف فيكم كيبان لك انت بالمغربية لا دابا زبين ربي انا ما فهمتش عفاكم اخرى ما كيبقاش لا غير ما عفاكم شوف حمام تختمي الحلقة وتشكريها ب صافي شكرا للضيفة ديالنا والحلقة الثانية لا ثاني سالي لا لا تختمي هي عادة تختمي ماشي تعتذري لي دابا علاش تعتذر لي علاش الخطا ديالي زعما قلت علاش هاد الحلقه دوز اصلا ما يمكنش نصرح انا كنسالك باش ما دير انا عطيتكم اوتوريزاسيون ما عطيتكمش اوتوريزاسيون يا مليون هذاك الشيء كيبقى بينك وبين المخرج والمونتاج انا تنقولها دابا ما عطيتكمش ماشي مشكل غير تسميو داك الشيء غادي مزيان والله غير هيك لا مزيان حتى انت كنتي مزيان لا عمر تخصم الدخول صفاء خصمي باش وهكا غادي نختموا الحلقه ديالنا اليوم من برنامج نجوم المدينه مع الفنانه مريم الزابيطي نجدة الزابيطي خديجه بالنيل نجدة الزابيطي وغادي يدخل عمر يختم يعني مشكل مريم حيتاش قبيله من الصباح انا كنهضر مع مريم بقات لاصقه نجدة الزابيطي نخليكم مع عمر الشباخ عمر الشباخ وهكا غادي نكونوا ختمنا الحلقه ديالنا من برنامج نجوم المدينه انت ما عندكش ليزيتاسيون ماجدة صحفيه لا ما عندها ليزيتاسيون مشكله قلبها ما كيضربش شبيه ما عندهاش داك التوتر الداخلي مازال ماناش ولكن عندنا في الملامح ديالها الملامح ديالها خاصو يتلقى صافا هضري بشكل عادي ومبتسمة إلا خلاتنا نهضر بشكل عادي يلاه سير يلاه خويا وهكذا غادي نكون ختمنا الحلقة ديالنا من برنامج نجوم المدينة مع الفنانة مريم زابيطة ماشي مشكل عاودي غير السميه من بعد غنديروها في المونتاج مع الفنانه المتالقه ماجدة زابيطة شكرا للصحفيه المتدربه صفاء تباع شكرا للفنانه قنيطريه على ساعه الصدر ديالها واخا تسمح لنا ان طيحنا في كاميرا خفيه طيب شعرك ولكن ما دخلتش انا ما كنتش استقليهم هذا الشيء بالك الله دبان كي داير جات صافا ما كاينش هي راه قصدت نحس بك ما كنضحك هاك نضحك هاك قلت لي القضيه راه ممثل عنده عام في الجمعيه ديالي المهدي قلنا له جيب لنا المهدي ما شاء الله هو اللي عطيني تولي يا الصغري هو اللي هو اللي
كيحسب لي ان البرنامج هذا كانت اول حاجه كنتفاجئ بها ان جايبين صحفيه متدربه. اذا انا غادي يبقاو كيجربوا فيا شي حاجه. قلت وما يمكنش عاوتاني. قلت ماشي مشكل مدام قنيطره وانا خصني نفتخر بمدينتي والناس الكفاءات اللي كاينه في مدينتي. ثاني حاجه الاسئله كانت شويه ماشي في المستوى نهائيا. ما كترفعش من قيمه الفنان او انها كتعطي هذيك القيمه المضافه. ثالثا هو بعض المعلومات اللي هي خاطئه. فهذا كله كان بالنسبة لي محرج جدا. وفراسي تنقول أنا ما كيشرفنيش كاع ندوز في هذا البرنامج هذا. حاولت أنا نبقى باردة. فهذا الشيء كامل كيخليني أنني نبقى باردة. وكاين على ما بالي الأب ديالك حاضر. فحشمت شي شويه واحد لقيته وانا نقول له صافي هذيك الحشمه راه غادي تجي فيا. ما عمر درت بيا كاميرا كاشي. هذه اول مره في حياتي مدينتي وفي كينيت 36 راه فريمون 36 كي كتمشي 30.